دائما وأبدا. فسيدنا جعفر الصادق بيقول إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، أخفى رضاه في طاعته. فلا تحقرن من الطاعة شيئا، ما هي يمكن الطاعة تكون في نظرك بسيطة ولكنها في نظر الله عز وجل عظيمة. بتعرفش، ما هو يمكن الطاعة تطلع منك عبارة عن كلمة فتقع موقعا عند إنسان تعدل مسار حياته. يمكن الطاعة تكون عبارة عن حركة بسيطة في نظرك، لكن عند الله عز وجل لها معنى عظيم. لا تحقرن من الطاعة شيئا، فإن الله أخفى رضاه في طاعته. تعرف شو اللي بيرضى ربك؟ يعني مش شرط تكون الطاعة هالقد وكبيرة علشان ترضي الله، لا لا لا، هو ربنا سبحانه وتعالى غني عن طاعتك أصلا. يعني مثالها، لما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. وسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فكم نبكي؟ قال: وعين ذرفت كرأس ذبابة دمعا. شوف قديش، عين ذرفت كرأس ذبابة دمعا لا تمسها النار. قديش كرأس ذبابة، ما قالش عينان لا تمسها النار وعين حجت 70 حجة، ولا قال ورجل أنفق 200-300 ألف دينار، ولا قال ورجل قام الليل كله، ولا قال ورجل حمل سيفه فجاهد حتى قتل. ما حكاش عن الكبار، حكى عن طاعات في نظرك قليلة. كرأس ذبابة دمعا، أيوة، لا تمسه النار. لا تحقرن من الطاعة شيئا، لا تحقرن من الطاعة، إن الله أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا. طب ومقابلها: وأخفى سخطه في معصيته. ما تقولش هي صغيرة، ما تقولش ما هي كلمة طلعت، ما تقولش ما هي غمزة. مربك نزل سورة كاملة: ويل ويل. والويل معنيين، ناس قالوا واد في جهنم، يمكن اسمه وادي الويل، وناس قالوا ويل يعني ربنا سبحانه وتعالى يهدده بعذاب شديد، بس على الجهتين ماكل هوا، على الجهتين خربان بيته. ويل لمين؟ لكل همزة لمزة. لمين؟ همزة لمزة. احنا حفظناها بالابتدائي سورة الهمزة، بس ما فهمناهاش للابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي ولا لليوم، ما فهمناهاش. ربك بتهدد الذين يلمزون بعضهم البعض: ولكل همزة لمزة. همزة لمزة، يلمزه بكلمة، بكلمة بلمزه. منكون قاعدين بقعدة ومن قال ما شاء الله فلان، ايه سيبك، شوف هاي سيبك، هاي النو، شوف النو، اخذت بالنو، هاي تبعتك، خذ فيها وادي بجهنم. مبروك الفائز الاول بوادي بجهنم. مين هو؟ ابو النو، هاي تبعته، مش قلت نو اكلت هوا. ويل لكل همزة لمزة، هاي اللمز، والهمز بالعين، غمزه غمزه مش غمزته. مبروك مبروك يا فائز، يا اول يا ابو المليون، بواد بجهنم مطوب عليك من اول لاخر، تقعد وين ما بدك. عشان شو؟ عشان ثاني مره تغمز بعينك، ولا ثاني مره تقول بدكيش اياه. ويل لكل همزة اللمزة، سوره كامله في القران، نقرا قران احنا. ختمت 20 مره، ختمت 20 مره. طب اختم لي شفتاك، اختم شفتيك عن الناس وتختمش القرآن 20 مرة، أنا على ضمانتي. اختم شفتيك عن أعراض الناس وتختمش القرآن، لأن ختمك لشفتيك فريضة وقراءتك للقرآن فضيلة. اختم 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 شفايفك عن أعراض الناس وعن الناس، وربك سبحانه وتعالى مش راح يأخذك إلا على 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 سورة الفاتحة. اسمع مني بس، أنت ختمت القرآن يا اختي برمضان كم مرة؟ 5 مرة. ما تختمي ثمك عن جاراتك وعن سلفاتك وعن حماتك، خلنا نعرف نعيش، ما تختميها، لا،
ختمت القرآن وختمت رمضان وختمت الصلوات وختمت الوتر، مش هذا المطلوب منك وبس، المطلوب نمسك ألسنتنا. ويل لكل، مش كلامي، لا كلام ربنا، عشان ما تقوليش حديث ضعيف وحديث ناصح، كلام الله عز وجل. تمام. وأخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا. متعرفش مش يمكن يكون فيها سخط ربك سبحانه وتعالى؟ مش هو اللي قال لك النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل، رجل أو امرأة طبعا، إن الرجل يتكلم بالكلمة، قديش كلمة، كلمة من سخط الله، وبعدين يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. هو الجماعة اللي قاعدين بدهم يلعبوا بمناهجنا ويغيروا أفكار الناس ودين البشر، هم هذولا عند الله ببلاش؟ لا والله مش ببلاش. هو الجماعة اللي بيخطط لك وبرتب لك وبنسق لك وبدور لك حتى يغير تركيبة مخك، هو بتفكر عند الله ببلاش؟ لا والله مش ببلاش. كلمة فما بالك بمنهاج؟ إذا كلمة فما بالك بخطة؟ إذا كلمة فما بالك بدليل معلم؟ يعني الفكرة إذا كانت الكلمة راح تودي صاحبها لهناك، إذا كانت الكلمة تودي صاحبها لهناك، فما بالك لما يكون في عنده خطة ويكون عنده مؤتمر، يكون عنده برزنتيشن، يا بتابع البرزنتيشن، والله غير تطوب لك وادي من جهنم. توكل على الله، عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيحكي سبحانه، والآخر لله عز وجل مش إلي، مالك هو سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. احنا علينا نبلغ، ان علينا، ان عليك الا البلاغ. قال لك واخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المع... تعرفش، تعرفش الكلمه طلعت منك شو تعمل؟ تعمل هوايل، تعمل فضايح، تعمل مصايب، الله اعلم. عشان هيك قل خيرا او اصمت، من كان يؤمن، النبي بترجى فيك رجاء، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. النبي بيقول لك يا حبيبي اذا انت بتآمن بالله وبتآمن باليوم الاخر، واحد من اثنين، يا بتحكي كلمه حلوه يا بتسكت. يا اخي مش قاعد، مش طالعه منك الكلمه الحلوه، اسكت اسكت. اذا انت نفسك مش مطاوعيتك على الكلمه الحلوه، وعلى الاقل اسكت. اذا انت مش قادر تحكي كلمه منيحه، على الاقل ضب لسانك عنها، ضب لسانك عن الناس، ضب لسانك عن الناس. والله موضوع الجنة لا هو بطول الرحل اللحية ولا هو صغر الدشداشة. هو بتفكر لما تلبس انت دشداشة اكسس اكس سمول يعني معناته راح تدخل الجنة؟ هو تمكيف لحالك بدها شديش بتتسحسح فتراحلح فيها، ما انت لسانك فلتان. يا من قصر ثوبه واطال لسانه، انت فهمان غلط. بس هذا اقول لك اياه يا جماعة، اللي مقصر ثوبه ومطول لسانه انت غلطان، انت فاهم غلط. ربنا سبحانه وتعالى ما بيدخلك على الجنة على حسب طول ثوبك. إذا طولك أنت إكس لارج ولا لونج ولا سمول ولا شورت، مش هيك الموضوع، مش هيك الموضوع. يعني أنت فهمان الموضوع غلط. أيوة. وإن الله أخفى سخطه في 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 معصيته فلا تحقرن من معصيته شيئا. والثالثة هاي المهمة، شو هي؟ وأخفى أولياءه في عباده، أخفى أولياءه في عباده. هو سؤال، مش الولي لازم يكون ماشي على السجاد وبطير؟ لا. هو مش الولي اللي بيمشي على وجه المي؟ لا. هو مش الولي اللي بيعمل زي هيك ولا جاي فينا قطف عنب؟ لا. هو الولي مش اللي بيحط ايده بالأكل بصير الأكل يكثر؟ لا. هو لمين الولي؟ مين الولي؟ أخفى أولياءه في عباده. مش يمكن يكون عامل نظافة من أولياء الله؟ مش يمكن يكون ميكانيكي؟ مش يمكن يكون حارس عباب عمارة؟ مش يمكن يكون وزير؟ ول وزير ولي؟ ما صارت هاي؟ لا صارت، صارت. هو أكثر من ولي، مش كان وزير ونبي؟ من سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، مش كان نبي؟ هو مش يمكن يكون مسؤول كبير ولي؟ لا. لا انت يعني مش مستوعبينها، مش هيك؟ لا، هو سيدنا ابو بكر كان مسؤول كبير، كان ولي. مش يمكن يكون تاجر ضخم واموال وفلوس وسيارات وعمارات ومن اولياء الله؟ لا مش ممكن، لا ممكن. هو سيدنا عبد الرحمن ابن عوف مش كان اثرى رجل في المدينة؟ ومن العشر المبشرين في الجنة؟ يعني في غنى ولاية؟ ما دخلش. هو مين قال لك اصلا انه الولاية مرتبطة بالفقر؟
هو مين قال لك الولاية مرتبطة بالفقر؟ أو والله فلان من أولياء الله شو عرفك يا أخي دشداش وسخة 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 ودشداش تنطبعة من أهل الله وأهل الله هيك بيكونوا؟ يعني أنا مش عارف دين بجيبوا مصطلحات. شو عرفك من أولياء الله؟ يا أخي لحيته يا بوي ما طول لحيته ولحيته وسخة وسخة كثير. يعني إيش زاهد في الدنيا؟ لا يا حبيبي هذا مقرف. إن الله جميل يحب الجمال. مش من أولياء الله. شو عرفك من أولياء؟ يا أخي لابس حطة مطبعة يا وردي. شو مطبعة حطت وقد ما هي وسخة سنة صاروا مش غاسلها. من أولياء الله. هو هيك أولياء الله؟ قالوا هيك أولياء الله. هذا من أولياء الله شيخ. شو عرفك؟ يا أخي ريحته كلها بخور، كل ريحته بخور وعطر باكستاني. يا أخي أولياء الله هو إذا كان ريحته بخور هو إذا كان ريحته الواحد بخور وعطر باكستاني بيكون من أولياء الله؟ منين جبت المواصفات هاي إنه أولياء الله هيك؟ مش عارف أنا منين، بس هو فكرة الناس هيك. من أولياء الله شيخ. شو عرفك إنه شيخ؟ شو عرفك إنه شيخ؟ يا أخي حالته حالة، كندرته بدون رباط، كندرته مقشرة وأصبعه طالع من جربات هيك. كيف عامل هيك طالع أصبعه من جربات؟ أيوة ها من أولياء الله. مين قالك هيك أولياء الله؟ إذا أنت مش طايق وربنا سبحانه وتعالى يقبله مو مش هيك. مو أنت فهمان غلط مشكلتك، والله يفهمون الدين غلط أقسم بالله يا أخوان. فعلى كل حال أخفى أولياءه في عباده، فلا تحقرن من عبادي أحدا. ما تتطلعش واحد شو شكله ولا شو وظيفته، مو يمكن يكون وظيفته فوق فوق. يعني هو ده أسألك سؤال، صلاح الدين كان أمير بس ما كانش أولياء الله؟ ومحمد الفاتح كان خليفة مش كان من أولياء الله؟ وبلال الحبشي كان إنسان بسيط مش كان أولياء الله؟ ما دخلش. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار الأولياء مش بيختار لا على تسلسل عشائري ولا على أكاديميات الجيش، ربنا بيختار الشيخ سبحانه وتعالى بيطلعش على الأرقام. الله عز وجل إذا اختار وليا فإنما يختار ذلك الولي لقرب ذلك الولي من الله تبارك وتعالى، وقربه من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعبادة والأخلاق. فهو قدم فاختاره الله عز وجل، قدم أدام الطرق فولج، أدام طرق الباب على الله بالعبادة بالسجود بالطاعة بالصدقة بالبكاء بالقرب من الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أدخله أدام الطرقة فولج، ظل يدق 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 على باب ربنا سبحانه وتعالى بالبكاء والتضرع والخشية والخوف حتى أدخله الله تبارك وتعالى. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث. فعشان هيك بنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس. كل محب لله من أولياء الله، وكل واحد عاشق يسمع كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله. فحياكم الله جميعا أيها الأولياء الأحفياء الأخفياء الأوفياء لرسول الله. فاصل في إذاعة يقين وبرنامج هم كم بتعاون مع شاشة عمان تي في. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن قواعد، لكن ربنا سبحانه وتعالى جابني إياها على شكل حياة عشان ترسخ في أذهاننا، عشان نتعلمها، عشان نستفيد منها. عشان هيك إحنا لما بنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا، لأنه الموضوع مش موضوع عواطف، الموضوع موضوع تطبيق عملي لحياة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. فإجا سيدنا العباس واشتكى على هذول الشباب الثلاثة الصحابة بينهم زعل أبو سفيان. شو قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عباس لعلك أغضبتهم لكون زعلتهم، لئن أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. اوعى تكون زعلتهم يا عباس، اوعى تكون زعلتهم، مع ان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، اوعى تكون زعلتهم يا عباس، والله اذا زعلتهم بتكون اغضبت الله عز وجل. شوف النبي ما في عنده مغاوزة، صح انا بحترمك وبقدرك لكن جماعتي، واليوم اول ما ببيع جماعته يعني عشان اصول التربية، بس اول ما ببيع جماعته هذول جماعتي يا عباس، لان اغضبتهم فلقد اغضبت ربك. هذول اللي دخلوا في الدين أول الناس، واللي حملوا الدين أول الناس، واللي جاهدوا في الدين أول الناس، واللي بذلوا جهدهم في الدين أول الناس. اوعى تكون يا عباس زعلتهم. يحذر عمه. شو كانت ردة الفعل
ويحمل حاله سيدنا العباس ويرجع عليهم. شو قال لهم؟ قال لعلني أغضبتكم. مش العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد يا ابن أخوي الله يرضى عليك احنا يعني كمان، لا. شوف كلام النبي مطاع، كلام النبي مطاع عليه الصلاة والسلام. هم ليش صار بني آدمين؟ لأنه كلام النبي مطاع، مش كلام النبي محل نقاش وفصيله وبيعه مشتر. لا لا لا، كلام النبي مطاع. سحب حاله ورجع عليهم. لعلني أغضبتكم، فقالوا له يغفر الله لنا ولكم. ما لا مسامحينك. هو العباس القرشي الهاشمي بروح يعتذر لصهيب الرومي ولا بلال الحبشي ولا سلمان الفارسي بروح يعتذر. طب هذا قرشي معلش، بس الإسلام هذبنا، الإسلام ربانا وقال لك الاعتراف بالخطأ فضيلة، وقال لك الإسلام إنه المتكبر لا يدخل الجنة، وقال لك الإسلام إنه الناس سواسية، وقال لك الإسلام الناس لآدم، وقال لك الإسلام وآدم من تراب، وقال لك الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال لك الإسلام ديروا بالكم على الضعفاء، وقال لك فالإسلام ربانا. فصار في عنا إحنا منظومة فكر، كلنا منظومة فكرية، هاي كلها عشان مين؟ عشان صار في فكر موحد. فلا يعيب العباس أن يعتذر، ولا يجعل ممن اعتذر منه يتكبر وينفخ حاله. لا، شوف شو اسمه هذا الكلام، اسمه دين. مين ربنا عليه؟ الإسلام. مين الإسلام؟ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك لما بنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا، عشان احنا عارفين من هو النبي عليه الصلاة والسلام ويروح يعتذر لهؤلاء. وهي نقطة مهمة كثير، لا يعيبك أنك تعتذر، ولا يعيبك تقول أنا غلطت، ولا لا يعيبك، غلطان قلت أنا غلطان وسامحوني. وانت طبعا أنا مدير شركة هم موظفين، معلش كونوا معك مال مش معناته أنت صح، لأن نظرة المال والصح مين؟ نظرة فرعون. شو قال؟ أنا ربكم الأعلى. ليش ربنا الأعلى؟ حاشا لله. ليش ربهم الأعلى؟ قال لهم لأنه عندي ملك مصر، طيب، والأنهار تجري من تحتي، وعندي فلوس، وعندي ذهب، وعندي جواري، وعندي وعندي وعندي، معناته أنا على حق، معناته أنا على حق، لأنه أنا معي فلوس. طب كوني مدير ولا كوني وزير ولا كوني معناته أنا ما بغلط؟ لا بتغلط، لكن ما الذي يجعلك أكبر من المنصب الذي أنت فيه؟ أن تعتذر المخطأ، أن تعتذر عن الخطأ ينزلك منزلة أعلى من منزلتك ورتبتك. اعترافك بالحق يعلي منزلتك أكبر من المنزلة التي أنت فيها. اعتذارك عن الخطأ يرفع قيمتك أكثر من القيمة التي أنت فيها. أنت وزير، لكن والله لو تعتذر لموظف إلا ترتفع بعيون الناس وتترفع في عيون الناس. السبب إنك تعاليت على منصبك بالاعتذار. الاعتذار أعلى من الوزارة، والاعتذار أعلى من سفارة، والاعتذار أعلى من المصاري، والاعتذار لأنك رجع للحق. عشان هيك العباس لما راح اعتذر مش ضعف منه، ولكن لأن العباس يعلم أن اعتذاره لهؤلاء النفر القريبون من قلب النبي صلى الله عليه وسلم سيعلي منزلته أكبر من المنزلة اللي هو فيها. هو مين ما رضيش اعتذر؟ إبليس. لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، شو قال له ربنا؟ أخرج منها فإنك رجيم. عشان نظل نقول لليوم وبكرة لقيام الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بما رجم الشيطان؟ رفض أن يعترف بالحق. فأسألك سؤال، إذا كان الرجم يعني عدم الاعتراف بالحق، فكم من رجيم يعيش اليوم وهو يمشي على قدميه؟ قديش هم اللي مش راضي يعترف بالحق؟ إذا كان الشيطان رجم وسمي رجيما لأنه لم يرتجع للحق، فكم عدد المرجومين في زمننا لأنه رافض للحق؟ الحق مش فلوس، لا، والحق مش أرض، والحق مش منصب، والحق مش مال، الحق أمر معنوي يجعلك من الداخل تنحني للحق،
فعشان هيك ربنا راح اعطاني اياها من الاخر. قال فلا وربك لا يؤمنون، والله ما هم مؤمنين حتى يحققوا شروط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يرتجعوا اليك بالخلافات، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، واللي بتحكي عنه يقول عنه صح، ويسلموا تسليما انهم يخلد في قلوبهم ان افضل حكم هو الذي حكم به الله ورسوله. وين تجيبها هاي اليوم؟ وين تجيبها؟ لكن لما النبي عليه الصلاه والسلام بربي مجتمع كامل على هاي التربايه، صار المجتمع كله ثقافته واحده. شو ثقافته؟ ثقافته الدين. نرجع بقول لك، سيره النبي عليه الصلاه والسلام مش قصه، وسيره النبي مش حدوته، وسيره النبي مش تسلايه، سيره النبي قواعد لحياتك على شكل قصه، قواعد لحياتك مش محاضره، لا، لانه قواعد الدين مش محاضره تلقى، قواعد الدين ممارسه فعل يوم ورا يوم ورا يوم، فيتأصل في أذهان الناس. قواعد الدين عبارة عن سلوك تنتهجه في حياتك، مش معناته أنت معصوم، لا، احنا كلنا غلطانين، كلنا بنغلط، لكن من قواعد الدين أن أتبع السيئة الحسنة. من قواعد الدين لما أغلط أقول آسف، من قواعد الدين إذا أذنبت أقول أستغفر الله، مش معناته أنا معصوم، لا، احنا كلنا معصومين، احنا كلنا خطائين، احنا كلنا خطائين، ما فيش واحد منا معصوم، ولكن الحكمة اني اذا وقعت في ذنب استغفرت، واذا اخطأت في حق انسان اعتذرت، واذا وجدت الحق اتبعت، فانا متبع للحق، مستغفر للذنب، راجع الى العبد. انا هاي قاعدتي في الحياة، هذا ما بيعيبك، بيكبرك قدام الله وخلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا كلنا إن شاء الله، وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. ومنظل دائما أمين نقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، دائما كل خميس إن شاء الله احنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام نذكر شيء من قصص النبي عليه الصلاة والسلام عشان نرسخ في قلوبنا محبة النبي. اللي قاعد اليوم يغيب، قاعد اليوم يغيب، يعني أنا بس أسأل سؤال الجماعة اللي لما كنا نقول يوم المورد النبوي الشريف كانوا يطلعون ينطونا بدعة ومبتدع وضال وصوفي ومدري مين وكذا وخربطات، وينكم هذيك اليوم؟ يعني من واحد واحد اليوم مش فناكوش، اشتقنا لكم يعني. انتوا بس بتطلعوا بربيع، يعني فقط بشهر ربيع بتطلعوا انتوا؟ لما الناس تيجي توزع حبة حلو ويحكوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم بدعة؟ طب ما شفناكوش اليومين الماضيات، يعني مش عارف انتوا بس بتنوروا في ربيع. الله يطعمكم ان شاء الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغيب اليوم، يا امهات يلي وصى فيك النبي صلى الله عليه وسلم عفراش الموت، يلي مات النبي صلى الله عليه وسلم هو يوصي فيك زوجك، يقول لزوجك دير بالك عليها. انت وينك عن حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت وينك عن اولادك تقرأي لهم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت وينك عن كتب اسمها في كتاب حلو جدا اسمه 100 قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، حكايات الصالحين، رجال حول الرسول، رجال لنا بهم قدوة، كل هذا قصص أصحابي، أي قصص من قصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص النبي عشان نغرس في أولادنا حب النبي عليه الصلاة والسلام. بدل ما هم اليوم معجبين باللي انتوا شايفينه، بدل ما هم اليوم قاعدين يركض ورا فلان وعلان، انتوا بتشوفوهم لما بتعرض بعض البرامج على التلفزيونات العرب كيف بيكون الاولاد وكيف يكون البنات والعيله كلها قاعده، بس يغيب النبي عليه الصلاه والسلام، لانه في اتباع النبي قدوه. وانا بقول لك ما تحرمي ابنك او بنتك يحضر برنامج بحبه، لكن مع حضور هذا البرنامج خلي لابنك حصه في حب النبي عليه الصلاه والسلام. لما حب النبي بيبدا يزاحم جوا القلب، لما حب النبي بدأ يزاحم داخل القلب، الشيطان بيطلع لحاله وحب النبي يتأصل. لكن لو أنا تارك ابني مع اللي هو بحبه واللي هو قاعد بشوفوه من برامج ومعجبين ومش عارف مين